قبل ما نبداو في الموضوع فهو كل صراحه فهي سنه استثنائيه، وكنطلب الله سبحانه وتعالى ما تعاودش تكرر هذه السنه، لان كانت سنه وكانت سنه ديال البكاء الاسر، ونفس الوقت تقاها الرجال، ما عمرنا شنا طحنا في هذه المشاكل هذه وحسيناها، وكان مشكل اجتماعي اللي وقع واحد الضرر كبير كبير. على المهم كنطلب الله سبحانه وتعالى ما يتكررش هذا المشكل. بالنسبه للجمعيه ديالنا فهي جمعيه تضامن، فهي كتخدم على طيله السنه اذا كان عندنا بان المقر ديالها تانكيشي، مقر ديال شباك المستهلك، فهو باب مفتوح لجميع المغاربه من جميع المستهلك بالنسبه للشكايات المباشره وحتى بالنسبه للتوجيه والتحسيس. فبالنسبه للجمعيه فهي الاساس ديالها هو التحسيس والتاطير باش نرفعوا شويه المستوى الثقافي الاستهلاكي. بالدور ديالنا باش نتكلموا، حنا كنا كنقولوا بان هذه استراتيجيه ديال العمل ديالنا طيله السنه. اما بالنسبه للعيد الاضحى فحنا كنخدموا بطريقه معتاده دائما مع بالتنسيق مع لونسا، مع المكسب الوطني للسلامه الصحي للمنتوجات الغذائيه ديال الاخوان، كيقولوا بان شنو دور الجمعيات ملي ما كيخرجوش وكيناضلوا في هذا المجال هذا. دور الجمعيات لحمايه المستهلك بالعكس فهي دائما في الساحه، ولكن باش نوضحوا الامور بان عندها واحد ليميت، انه فو با ديباسي ليميت ديالها، هو حنا كنخدموا التحسيس والتاطير وفي نفس الوقت كنبلغوا بالمساله، لان هذا الشيء كيخص المراقبه السلطه المحليه، ولا الجهاز المعني، مثلا وزاره الفلاحه اللي خاصها تكون دايره واحد 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 لا كوميسيون، واحد الليجان اللي تخرج. وحنا كنخدموا على طيله السنه ماشي غير على المساله ديال الخروف، كنخدموا على طيله السنه في النسبه للغلاء والنسبه للاسعار على في جميع المواد الاستهلاكيه على العموم. حنا كجمعيه فانا كنخدموا بطريقه ديال التحسيس، كما قلت لك حنا اساس ديالنا هو التحسيس والتاطير. حنا من قبل العيد كنخدموا بالتحسيس مع بشراكه مع لونسا، باش كنحاولوا ننصحوا المستهلك على حساب الخروف، شنو الخروف اللي يقدر يشري، شنو الشيء الحولي اللي يمكن ليه يشري، خاصو يكون واحد الحلقه صفراء على حساب المشاكل ديالو. احنا مازال غنطرقوا لهذا، حيت احنا حاليا دابا خدامين طيله الاسبوع على حساب الريكلاماسيون ديال الجوده ديال اللحم ديال الخروف. كنشرحوا لهم بان كيفاش تقتدي الحولي، شنو الخروف من ناحيه الطريقه ديالو باش الشراء ديالو. ومن بعد العيد كنخدموا احنا حاليا دابا نيت خدامين في المسائل على حساب لي ريكلاماسيون ديال الاخوان، ملي كيكون واحد اللحم ما فاسد ولا في ازرقيه ولا في واحد الديباكتيري مسائل، كيتواصل معنا وحنا كنلصقوا ليه مع لونسا، مع الناس الدكاتره اللي كيعاينوا هاد المسائل حتى في الدار ديالو. الشكايات اللي استقبلنا هاد الايام هذه في هاد المناسبه ديال الاضحى فكانت شكايه ديال الخروف، لان وفاه ديال الخروف قبل من العيد، والحمد لله تم المعالجه ديالو لان كانت الحلقه الصفراء، وبنفس الوقت كنا لقينا الكسه مازال على في المحل ديالو وتم المعالجه. ومن بعد كاينه شكايات اخرين، كاين شكايه اللي بان كاين واحد البعض الكثير ديال الوقع في السقيطه ديال الخروف، وتمت المعاينه ديال الناس من لونسا، ذكرنا لهم وعاينوه وتم حل المشكل. فاحنا على طيله الاسبوع كنخدموا مداومه مع بالتنسيق مع الناس ديال لونسا باش نوضحوا اكثر بالنسبه للمستهلك. هو شباك المستهلك فهو معان في جميع الجهات المغربيه، هو شباك المستهلك عباره عن مقر مفتوح فيه ناس مختصه وكتستقبل الشكايات في جميع المجالات، وشباك المستهلك فيه ناس اللي ذوي الاختصاصات وكيحاولوا يعالجوا جميع المشاكل في اقرب وقت ممكن، وكيكونوا ديما سند بالنسبه للمستهلك. فمرحبا بكم في جميع شبابيك المستهلك.